والله يعني في حينها يعني سنة 19 أكو جهاز متنفذة في الدولة يعني هم كانوا يديروها بيهم بالداخلية بيهم بأجهزة أمنية يعني أخرى اسمحوا لي بعدم ذكر اسمها بس إحنا نقدر للداخلية نقدر نحكي عليهم. كانت مسؤولة عن هذه الصالات؟ كانوا يديروها ومنتفعين بها وطبعا مليارات عن طريق غسل الأموال وهو هذا اللي موجود وتمت المداهمة يعني صوت وصورة وما شابه فيجي مثلا المسؤول القاطع الأمني ياخذ عمولة المسؤول القاطع الاستخباري ياخذ عمولة وتكون هنالك مع الأسف جهة أمنية أيضا كانت ولذلك بعد ما كانوا يداهمون القوى الأمنية شوف بها استخبارات الداخلية وزارة الداخلية بكل مؤسساته بما فيها أمن الحشد الشعبي حتى ليس التصادم من بين القوى الأمنية ومنتسبي اللي كانوا يتعاطون هذه الأعمال.